بسم الله الرحمن الرحيم. علي شامون كاتب العام جمعية أفيسافوز للثقافة والتنمية والرياضة. كتنظم لقاء تحسيسي بشراكة مع كتنظم الجمعية لقاء تحسيسي وتواصلي وتوعوي لفائدة فلاحي منطقة بيت إبراهيم ميوز وزكوار فرقلة عوجة البويبات تحت عنوان العناية بشجرة أركان، وذلك بشراكة مع المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية. وهذا اللقاء التواصلي استفد منه حوالي 45 مستفيد، وكيتمحور حول العوامل المؤثرة في إنتاج الزيتون كالصنف مثلا، العوامل المناخية، التربة والطرق الزراعية. وعرج السيد صاحب المبادرة أو الموظف في المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية عرج على أهم الأصناف التي يمكن أن نغرسها في هذه المنطقة رسموك عامة، ومنطقة إبراهيم ميوز وعوجة والدور المجاورة. وعرج كذلك على الطرق الزراعية اللي ممكن أنها أن الفلاح يقوم بها لضمان إنتاج مهم كالتسميد والري، التشديد، الوقاية من الأمراض، وصولا إلى عملية جني المنتوج. ثم عرج كذلك على الآفات التي تضر بالزيتون كالحشرات، الدبابة مثلا، بسيلة والسوساك، ثم بعض الأمراض كعند الطوس التي تحد من إنتاج شجرة الزيتون. وشكرا. اي اصلا يوس اللي سكر المركز الاقليمي للاستشارة الفلاحية غادي نزيد تنسيق تسمو تلفوسوفوس تاو السنة دو سفاكي تنونت والورنات بريدوس اللي دارون لان كاين 40 فلاح حوالي 45 فلاح غيدوار لي سوق ديال المنطقة غيكا عوجا غيكا وطينا غيكا بوسكوار غيكا شابونيت غيكا تيكوال غيكا كل المناطق المسألة المرتبطة بسلاسل الزيتون. غفيت نمتو كل العامات الاستشارة الفلاحية فتغاوسوي اللي همانينا أفلاح اللي همانينا السلسلة الزيتون اللي سواء في العوامل المؤثرة مثل إنتاج الزيتون، سواء في الأضرار اللي يمكن لحقنا شجرة الزيتون، سواء حتى في الآفاق المستقبلية للمشاريع اللي دايرين أما المنطقات اللي كان سلاسل إنتاج الزيتون اللي غيساهم كل إن غميس إن غميس إن غميس المنطقة ولا نسني ميلة المناسبة. السيد وزير الفلاحة سي عزيز عملوش فتور اللي سكر بس الفلاحة السيد البحري في الدعم في تياوشو اللي كفا إنتاج الإقليم تنيت فيما يخص السلاسل إنتاج السلاسل سواء سي الزيتون سواء سي بوركان. وكان ميتنا صدى فرح البارا اللي خصني توك نتعاون شي وين اللي مالينا سلسلة إنتاج الزيتون غير الوعي اللي كان جماعي باش تطور المشاريع اللي تشكل في إطار المخطط المغربي للأخضر. نتمنى صادقا باش استمر الدعمات، استمر التعبئات، استمر خلال فات نسفات كي تدرتي فلاحين تفلاحين مس الجماعة ولا دورانا الجماعي تكون سبوكت تنمير.